وألا نتفرغ. وإنه من المؤسف في وقتنا الحاضر أن بعض الشباب اتخذ من بعض العلماء رموزا، يقتدي بهم ويوالي من والاهم ويعادي من عاداهم، ولو كان الذي عاداهم بحق والذي والاهم بغير حق، وصاروا يتنازعون فيما بينهم، ما تقول في فلان ما تقول في فلان، لماذا؟ أقول هذا فلان يخطئ ويصيب، إن أخطأ وهو مجتهد فخطأه مغفور، وإن أصاب له أجران. أما أن أوالي من والاه وأعادي من عاداه مهما كان الأمر فهذا لا يجوز. لذلك أدعو أبنائي الشباب أن لا يجعلوا هذا أكبر همهم، وأن لا يرفعوا بذلك رأسا، وأن يكون قصدهم الحق. من أي جهة أتى، استمع إلى قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. كون احتجوا بحجتين، الأولى قولوا أن عليها آباءنا، والثانية والله أمرنا بها. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الحجة الأولى. لماذا؟ لأن الحجة الثانية باطلة فأبطلها الله، والحجة الأولى صحيحة فسكت الله عنها وأقرها، مع أنها جاءت ممن يا جماعة؟ من المشركين.